الخريف، هل هذا صحيح؟ أسعد صباحا أستاذ أيمن. أسعد الله صباحكم، حياكم الله. أهلا وسهلا بك. يعني دائما وأبدا نتمنى أن تكون الأجواء جيدة ومريحة آمنة في فلسطين، لكن ما الذي يحدث بصراحة في حالة عدم الاستقرار المناخي، خاصة وأننا على مقربة من منتصف هذا الشهر الجاري من تشرين الثاني نوفمبر؟ يعني احنا ابعد ما نكون عن عدم الاستقرار للاسف طبعا. نعم للاسف، يعني احنا بدنا عدم استقرار بس عدم الاستقرار مش موجود. هلا عدم الاستقرار اللي احنا نحكي عليه هو الان اللهم حاله من الشذوذ، يعني انه الان بدل ما تكون الرياح عندنا غربيه الرياح عندنا شرقيه او جنوبيه شرقيه، ولما نحكي عن رياح جنوبيه شرقيه او شرقيه فاحنا بنحكي عمان عن غبار، وبنحكي عمان عن اتربه، وبنحكي عمان عن جو جاف بما تحمله الكلمة من معنى. يعني الواحد فينا الآن بشعر أنه نفسيته تعبانة من الجو. ويبدو أن هذا الأمر سيتواصل، يعني الخرائط الجوية على المدى القصير والمدى المتوسط لا تشير إلى أي شيء إلا الارتفاع في درجات الحرارة، فالحرارة ستبقى مرتفعة حتى نهاية هذا الأسبوع وحتى ربما مطلع الأسبوع القادم. هناك ملامح للتغيرات يعني على المدى المتوسط، يعني نتحدث عن الأسبوع القادم، هذا الأسبوع مع أنه بدايته ولكن هذا الأسبوع مقفل مسكر، يعني ما في مجال، الأمور فيه الآن تبدو يعني فقط تسير نحو ارتفاع في درجات الحرارة وفقط نحو الاستقرار على درجات الحرارة. يعني أستاذ أيمن، إحنا كنا مش عارف هيك، كنا متفائلين أنه بداية من اليوم مع شوية هيك انخفاضات طفيفة على درجات الحرارة الصبح على الأقل إحنا بنلمسها، فكنا متفائلين على أمل أنه يكون هذا الأسبوع نوعا ما نشهد شوية تحسن على درجات الحرارة وتذهب إلى الانخفاض، لكن كما تؤكد أنت من خلال كلامك أنه سيكون ارتفاعات هذا الأسبوع. طبعا أنا ما بأكد. نعم، يعني كما تفيد الخرائط الجوية. يعني كما فيش تأكيد بالطقس. نعم. ولكن لا، يعني للأسف يعني الآن الجو الذي نعيشه في ساعات الفجر وساعات الصباح الباكر سيتغير بشكل كبير خلال ساعات النهار، فساعات النهار ستحمل في طياتها ارتفاع في درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. الحرارة اليوم مثلا في طول كرم 30-31 درجة الحرارة اليوم في ساعات الظهيرة، يعني كمان عن درجات حرارة مرتفعة. هاي الحرارة لو سجلناها بالصيف بشهر 7 بشهر 8 بشهر 6 ربما الواحد يشعر انه الجو جو لطيف، ولكن احنا عمالنا نقرب الان من منتصف شهر تشرين الثاني، يعني صحيح. بهذا الفترة بالعادة بتكون درجة الحرارة في طول كرم هي 20-21-22، فعندما نتحدث عن 30 أو 31 فإحنا نحكي عن درجات حرارة أعلى من معدلاتها بحدود 10 درجات مئوية. يعني نسأل الله أنه يرحمنا حقيقة. الأمور إجمالا يعني غير سارة على المدى القصير، ولكن إحنا عندنا قناعة، وأنا يعني قناعتي أنه بعد كل طلعة في نزلة. طيب يعني بالنسبة لحركة الرياح أستاذ أيمن، يعني هي تظل شرقية مش بس شرقية، وربما حتى كمان تصير في بعض الفترات تكون شرقية ونشطة أحيانا، يعني في نشاط على حركة الرياح الشرقية مما يعني زيادة حدة الجفاف أو الإحساس بالجفاف. إجمالا نتمنى أن إن شاء الله نشهد الأفضل والأكثر راحة وأمنا بالنسبة للمواطنين بخصوص الحالة الجوية والاستقرار الجوي، لكن دائما وأبدا نود التنويه للسادة المستمعين والمستمعات بضرورة أخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بالتقلبات المناخية وانعكاسها على صحتكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. شكرا أستاذ أيمن. أنا يعني كنت متوقعة أنه رح نكون في انخفاضات، لكن حسب التنبؤات ندعو الله. نعم إن شاء الله دائما أبدا. آمين يا رب. شكرا مدير موقع طقس فلسطين الأستاذ الرائع أيمن المصري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذا التوضيح.